هلا صار لك ساعة عم تتحزري أي قصر معي بدك تلبسي. بدي أشوف أي وحدة مبينة أجدد، طالبين مني يكون أنيقة كتير ومحتارة شو بدي أختار من الكنوز اللي عندي. رح ألبس هي خلص. خزامة ليش كل ما حاول يكون لطيف معي عم تصدقني؟ حبيبي أنت مرة بالشهر بتكون لطيف، وكوني ما بشتغل على ريموت كنترول فصعب علي يضحك. بس يا ريت لا تنسي اذا وقعتي العقد مع الشركه تحطي ضمن الشروط انه يكون جواز سفرك معك. ايه لا تخاف، انا رح انزل دغري لعند بابا احسن ما انزل رد اطلع رد انزل. هاي راحتك خزامه. خزامه اذا حاسه حالك انه مالك مرتاحه بهذا العقد فما في داعي توقعي، لانه بس وقعتي معه ما عاد فيك تنسحبي، بتصير شغله كثير صعبه. ايه ولا يهمك. رح تنزل؟ لا ما عم تنزل. بدك شي؟ بدي سلامتك. لا ما عندي شي. جيب لنا شوية موالي. ايه على راسي من الابواب. اخيرا سمح لنا نزور عند بعض. حاسة إنه بابا متغير، صاير مهموم وشارد أكثر من اللزوم. بيكون صفنا مشي دعوة عظيمة. يا بيكون زعلان مني مشان قصة المصاري. إيه لا عمار ما كان فيه يقعد شوي كمان. امشوا امشوا هلا بلا ما يطلع ناكل بهدلة. إيه عم ناكل بهذا العطالة وعلى الناس ليلعن أبو هالعيشة. أنتِ شبكي مالك رايقة؟ قالوا لي شغلة وحدة بحياتي تخليني رايقة. طولي بالك. هيلين لساتك مقررة تسافري بعد بكرة؟ حجزت ومشي الحال، بيني وبينك خايفة من هذا الكثير يعمل لي شي قصة. ما بعتقد، شو ما في عقد بينك وبينه؟ يا ستي يا ريتو يعمل لي شي قصة، هيك بتكون اجت منه ما اجت مني، وبنفس الوقت ما بكون قصرت بحق عاصم، وما بندم اني تركت شغلي هنيك، هذا في حال ما زبط شغلي هون. ما بعرف ليش حاسة ما لها طعمة انك تسافري. ايه على فكرة، أنا اليوم وقعت عقد. وليش مانك مبسوطة؟ كان ناطف قلبك على شغل. يا ستي وقعت عقد مع مكتب عروض أزياء، وراح سافر على دبي بعد أسبوعين. ما بعرف ليش ماني مرتاحة هيك، حاسة يعني حاسة كيف إنه ناقصني قلبي مدري كيف يعني. امشوا امشوا امشوا. بعتبر الشغلة ما فيها شيء، ليش خايفة نقول لبابا؟ يا ستي بلا ما نقول لبابا، خلينا نقول لعمار. ايه على القليلة قولي له لعمار، ما عم تقولي مكتب فني إلا ما يكونوا بيعرفوا، خليه يسأل. لإمتى بدكم تضلوا تحكوا بنفس السيرة؟ ما راح أحكي لا لأبوكم ولا لعمار. أختي أنا مستعدة أعطيكي نفس الأجر اللي بدك تاخذيه منك. خزامة أنتِ عرفانة شو رح يصير معك إذا حملتي حالك وطلعتي؟ لا تجني. سلافة من شان الله فهميها. ياما في قصص عن عقود عمل خلابية. تنبسطي كثير إذا حملتي حالك وطلعتي وشغلوكي خدامة مثلا؟ قلة خدامات يعني لحتى يغشوني، شو رح يستفيدوا؟ أنا مو رايحة على صحراء ما فيها حدا، يا ستي إذا انزعجت بطلع السفارة. أنا رايحة على دبي، مو على أوكلاهوما. وإذا جبروكي هونيك تسافري أو تشتغلي بالكباريهات، ساعتها شو بتساوي؟ شوف فيلم عربي، شو هالخيال العظيم؟ هيلين عمليا انا حدا ما عنده شغل، ومو باين مو باين ابدا اني رح انقبر بشي وظيفه، فاعطيني حل، تعطيني مصاري هلا. ايه وبعدين خزامة شبك وين طموحاتك؟ وين بدي اصير معيده بالجامعه؟ لك كل شيء بتدبر لك اختي. أيه. بس مو هيك. والله لو مقتنعه باللي بدك تعمليه ما كان حدا حكى شيء، بس انتي خايفه لانه عرفانه انه هذا مو من مستوانا. كل الاحوال هي شغله العارضات ما نظيفه وكل العالم. بتعرفي انا شو رايي؟ يي علينا خلصنا بقى، بدنا نقضي القعده كلها هيك، وقعت العقد ومشي الحال، فتحتوا. طيب انا كم مره قلت لك تعي اشتغلي معي بالصيدليه؟ ليكي خزامه بدك تزعلي زعلي، انا بدي اقول له لبابا. يعني شو رح يعمل؟ ما هو قابرني مع هالزوج الظريف تحت عنوان خيارك تحملي. يعني اصلا علاقتي مع بابا واقفه على اشاره، حبيتوا تقطعوها قطعوها، ما عندي مشكله. بتريحوني. خوخ؟ ليش قاعد لحالك هون؟ قاعد لحالك بتاركني لحالي برا؟ خزامة شو عم تعملي؟ عرفت. بتعرفي عم تفكري شو بدنا نعمل بهدول المصاري ما؟ أنا بقول لك شو بدنا نعمل. عندي شغلة كتير كتير ممتازة، إذا بدك بندفعهم قسط أول لسيارة. سيارة؟
اولا ما بكفوا، ثانيا الديون لفوق راسنا، ثالثا والاهم انه لشو السياره اذا ما معنا حق بنزينه يا فهمان؟ لك اسمعي اسمعي، تعمليلك على تعرضين بالشهر بصير معنا حق السياره وحق بنزينه. جود انت ملاحظ انك ما سالتني ولا سؤال عن شغلي؟ وين بدي انزل؟ وين بدي اعرض؟ شو بدي اعرض؟ شو التياب اللي بدي اعرضها والبسها؟ كل شيء سالتني عليه قديش بدك تاخدي مصاري، امتى بدهم يكملوا لك المصاري وبس. صار معي كم ليرة صرت بدك تبكيني فيه؟ صار معي كم ليرة صرت بدك تبكيني فيه؟ لما بحكي معك بتحطي خلقتك بخلقتي، عم تفهمي منيح؟ بتحطي خلقتك بخلقتي؟ أربع سنين عم بتطلع بخلقتك، حاجتي مليت. أنا من هاللحظة بعتبر حالي مطلقة. إذا أنت ما بدك تطلق وأبي كان واقف معك، أنا بالنسبة لي أنا مطلقة. وإيدك لما أتمد علي، لما أتمد علي عم تفهم؟ ماشي الحال. إليك عم تحكي يا كلبي؟ إليك عم تحكي؟ ما بكفي وتحملك وتحمل عرفك وعرف عيلتك وأبوك وأخواتك؟ لك تفوع يا كلب! كله بالمكياج بيروح. زعما هذا موضوع انا رح احكي لبابا. ولا كلمه ولا بجيب سيره اساسا. لو ما شفت انه السياره مو همك دخلت عادي مثل العاده، بكره جود الا ما يتصل ويتبكبك وانا بحمل حالي برجع. ثم حدا يدرى كمان هذا مو حل. بكره اذا ضربك على رقبتك ولا على معدتك ولا ما بعرف وين وانت متي شو بيكون؟ بيكون خياري. اصلا أنا يلي استفزيته لجود، عملت مشكلة من ولا شيء، ما بعرف ليش، يبدو إني بلشت وش شو بكي؟ أنت شو عم تعملي بحالك؟ ليش مدهوشة؟ هلأ لعرفتي إني عم باكل قتل من جود؟ ولا لأنه هالمرة الضربة أشد وأقوى؟ لا ستي ما اختلف شيء، بس بالعادة يعني بعمل شوية مقاومة بتخبى بهرب أي شيء، هالمرة لا. المرة كنت عم باكل قتل أنا وعم بتضحك مثل الجدبة. خزامة أنا إذا حكيت لبابا أكيد رح يساعدك. شو قلت لك؟ خليه بيحضن مرته الله يرضى عليكي. إيه ما صدق إمتى وحدة منا راحت كمان ترجع له؟ أنت هلأ معصبة. لا 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 بالعكس أنا كتير كول ورواق، ويمكن هلأ لحتى عرفت حالي شو بدي. وشو بدك؟ مصاري.